نشاط في الليل وسكون في الصباح، هذا هو سلوك البومة الذي يتبعه بعض الناس من محب السهر ليلا والنوم في النهار. دراسة دولية حذرت من أن الأشخاص الذين يتبعون ما يسمى بسلوك البومة أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، منها أمراض القلب وداء السكري. وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية التقدم في التغذية أن من يفضلون هذا النهج في الحياة عادة ما يتبعون نمطا غذائيا غير صحي يتمثل في استهلاك الكثير من الوجبات السريعة والسكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المزمنة. وأضافت الدراسة أن هذا النمط يؤثر على الساعة الداخلية بالجسم التي تنظم العديد من الوظائف الجسدية مثل مواعيد الأكل والنوم والاستيقاظ، لكن نمط سلوك البومة يربك أداء هذه الساعة الداخلية التي ترتبط بكثير من العمليات الحيوية في الجسم. ويؤكد ما خلصت إليه الدراسة أن اتباع النظام الفطري للإنسان المتمثل في الحياة والنشاط نهارا والسكون والنوم ليلا هو الأفضل لصحة الإنسان.